حياكم الله. 5 أبواب تحاوط العاصمة بغداد، بها المتهاوي ويا الريح وبها النص عمر، ولكن جميع الأبواب غير صالحة للطرق لعقود من الزمن، إلى أن جاء من يرى ويقرر ويتجاوز كل هذه المعرقلات ويعيد التأهيل والتطوير وفقا للمواصفات التي تليق بالعاصمة العراقية بغداد، لسبب إنجاز متفاوتة والجهات المنفذة متعددة، إما سائق المركبة فقد ذاق ويلات الحوادث المميتة بين درب وآخر، فهل ستحل القضية ونرى مداخل تليق بحاضرنا أم أن القدر سيبقي أبوابنا موصدة؟ ملفنا الأول راح نتحدث به مع مديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد الأستاذ عبد الله عبد الحسين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أبدأ مع حضرتك ونتكلم بمشروع تطوير مداخل بغداد، حتى الآن نسب الإنجاز وين وصلت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناتكم الموقرة على الاستضافة. حياكم. محافظة بغداد بعهدتها 4 مداخل، تطوير 4 مداخل لبغداد، هي مدخل بغداد الموصل الشمالي، ومدخل بغداد الحلة، ومدخل بغداد أبو غريب القديم، ومدخل بغداد بعقوبة القديم. ذني 4 مشاريع سابقا كانت، يمكن احنا تكلمنا عليها سابقا أكثر من مرة بالإعلام، كانت مشاريع صيانة مؤقتة، قشط وإعادة إكساء. سيد رئيس وزراء من استلم الحكومة دزع الكادر المتقدم محافظة بغداد، طلب من عندنا تقديم رؤية جديدة لمداخل بغداد لمشاريع الصيانة. استعرضنا الخطة احنا مالتها مال محافظة بغداد، فمن تكلمنا بوقتها على مشاريع تطوير مداخل بغداد فتوقف عليها وقال انه انا ما اريد مشاريع صيانة مؤقتة، مشاريع قشط وإعادة إكساء، انما اريد تقدموا لي رؤية جديدة انه هو مشاريع تطوير متكامل، مشاريع تأهيل متكامل. فتوقفت المحافظة بالموضوع المداخل، وقفت العمل، تعاقدت ويا مكتب استشاري دولي أجنبي، عادلنا التصاميم، عيدت بالكامل من مشاريع صيانة مؤقتة إلى مشاريع تأهيل وتطوير بها جارنتي ممكن يعني في حالة تحولت من مشاريع مؤقتة إلى مشاريع حقيقية بعيدة. نعم نعم، يعني احنا المكتب الاستشاري الدولي عاد التصاميم، أخذ الزيادة والنمو السكاني في مداخل بغداد ل40 سنة اللي قدام، يعني احنا أخذنا بنظر الاعتبار التوسعة باختيار عدد المسارات، باختيار الجسور الفوقية، الجسور المشاة، فتغير التصاميم بالكامل. مدخل بغداد الموصل حقيقة أول مدخل كم أنجزت تصاميمه واستأنفنا به العمل، استأنفت به محافظة بغداد العمل، حاليا عندنا نسبة إنجاز متقدمة هي 35%. مداخل الأخرى اللي مدخل بغداد الحلة وأبو غريب وبعقوبة القديم بالأيام القريبة المقبلة راح تنطلق إن شاء الله، 3 أنجزت تصاميمها وتم مصادقة أوامر غيارها من وزارة التخطيط، قيد إجراءات تأشيرة لدى وزارة المالية، مجرد أنه تخلص تأشيرة بوزارة المالية تجي المحافظة بغداد ونستأنف بها العمل. لكن المشروع حاليا المستمر هو مدخل بغداد الموصل اللي هو أصعب مداخل بغداد وأطول مداخل بغداد وأكثر مداخل كان به تعارضات، ولولا متابعة رئيس الوزراء ميدانيا في موقع العمل واهتمام المباشر ما كان ممكن أن نمضي في هذا المشروع صراحة. ممكن أسأل حضرتك ليش لازم رئيس الوزراء يجي بنفسه ويتابع؟ يعني احنا ليش مثلا ما ينطل للشركه المنفذه والشركه تروح بدربها وشوف شغلها بامانه ونزاهه؟ اقصد ليش دائما الشركات يراد لها متابعه اعلى منها حتى تكمل شغلها؟ عفوا، هو الموضوع مو موضوع التلكؤ بالتنفيذ، وانما كانت التعارضات كبيره جدا. مدخل بغداد الموصل اللي هو مدخل التاجي كان به تعارضات وتجاوزات على مسار الطريق،
سياس سجن وعسكر التاجي صار له تقريبا 20 سنة هو ماخذ أكثر من نصف حوض الطريق. زين. هذا كان شبه مستحيل أن يرفع لأن ثلاث سياجات شيء تابع للوزارة الدفاع، رئاسة أركان الجيش، للفرقة الخاصة للدفاع الجوي، للسجن، إلى جهات أخرى، فكان مستحيل أنه ترفع. ليش مستحيل؟ اليوم يعني إحنا عندنا المحافظة دولة طولت سنة، والدولة تقول لك أنا أريد أسوي طرق في هذا المكان، المحافظة كتب تنحل، طولت سنة كاملة كتابنا وكتابكم مخاطبات لكن دون جدوى. لكن السيد رئيس وزراء بيوم أتذكر 27/3/2023 اجتماع بالكادر المتقدم لمحافظة بغداد ووجه خلال 15 يوم تنزال هذه التعارضات، وبالفعل خلال 15 يوم أزيلت 90% من عندها وما تبقى كانت أشياء بسيطة أزيلت. قبل إحنا سنة كاملة أكو كانت جهات ضاغطة تريد تبقى هذه القاعة تابعة لها، لو هذا بعيد هذا السين يعني اليوم المواطن يسأل يقول لك شنو من دولة اللي تدس كتب وما حد يسمع لها، لازم يجي رئيس الوزراء إلا إذا أكو جهات سياسية يعني كانت تسيطر على الأراضي. عن أتكلم لك عن تعارضات صعبة، يعني 20 سنة من أنت عندك أربع سياجات وعندك سياج هسكو وسياج ترابي وسياج كونكريتي مبني وصبات وكتل كونكريتية، من يرفعها ومن يوفر لها أموال ومن يوفر لها آليات وجهد؟ ياهو اللي تروح له تقول له ارفعهن، ما راح يرفعهن، المشروع محدده فلوسه موازنته هي على قد قيمه العمل مال المشروع، فمنو يدفع هاي الكلفه؟ يعني كانت اكو فد اشكاليات بهذا الموضوع. لكن السيد رئيس الوزراء من تدخل في نفسه، تقريبا احنا 5 اجتماعات لمدخل موصل حصرا ويا السيد رئيس الوزراء، عنده زيارتين ميدانيه لمشروع مدخل موصل، هاي كلها سهلت حركه المرور، اضافه ذلك انه هذا المدخل صعب. ليش؟ لانه باكثر حمولات مروريه تدخل لبغداد عن طريق المدخل التاجي، فانت من عندك كم كبير 4-5 آلاف شاحنه يوميه تدخل، انت شلون تقدر تشتغل الا تقطع الطريق وتحول مسار الطريق؟ وايد تحتاج موافقات وتوجيهات ما وكذا. ما ينفع تسوون في ذلك الوقت او حتى الطرق البديله، طرق بديله او الطرق البديله، تسوي طريق بديل ما يعني ما يطول اكثر من 7 ايام. ليش؟ كانت الحمولات المروريه بسيارات الحمل هي ضعف طاقتها، ضعف استيعابها، وبالتالي اي طريق تسويه ينهار ما يصمد قدام الحمولات المروريه. حاليا وزارة الإعمار والإسكان نصبت محطة وزن في مدخل التاجي، لأن احنا كمحافظة بغداد احنا شرطنا انه احنا ما نفتح الطريق، احنا صرفنا اموال واموال كلش كبيرة راح تنصرف على هذا المشروع، فاحنا ما ممكن نسمح انه هاي الاموال تهدر، شرطنا انه ما نفتح الطريق الا بعد ان تنجز محطة وزن لسيارات الحمل، وحاليا محطة الوزن تقريبا يمكن شغلوها تجريبي يعني انجزت، باقي رتوش بها بسيطة وزارة الإعمار والإسكان. وايضا احنا غيرنا تصاميم الطريق، حولناه من طريق اسفلت اعتيادي الى رجد كونكريت، حولنا صب كونكريتي بالفارش عمدي يتحمل حمولات المروريه العاليه، يعني احنا حسبنا حساب انه خلينا نقول 40 سنه اللي قدام بالضبط، المصمم الديزاينر للمشروع اعطانا جارنتي 40 سنه في هذا الطريق مسار الدخول من ناحيه الجوده والمتانه وقوه التحمل، اضافه لذلك من راح تنصب محطات الوزن او النصبه؟ من راح تشتغل محطات الوزن وتدقق الحمولات؟ فاحنا بالتالي راح نحافظ على طرقنا بالكامل. شقد انتهى من طريق التاجي حتى الان؟ احنا نسبة الانجاز الفنية هي 35%، لكن من نحسب احنا بلغة الارقام عندنا مسار الدخول 33 كيلومتر، احنا انجزنا من عنده 25 كيلومتر ومسار الخروج هم 33، انجزنا 14 كيلومتر والبارحة دخلنا بال 15 لاكساء الطبقة الرابطة الباندر. احنا صراحة اريد اوضح احنا مشروع مدخل بغداد الموصل للمحافظة طول 33 كيلومتر يبدي من مجسر المصابيح لغاية منطقة العبايتشي. اكو مقطع مكمل لنا اليوم من مجسر المصابيح للتاجيات، هذا المقطع تابع لامانه بغداد تكمله لنا باتجاه بغداد، هذا المقطع صراحه المتوقف عندهم يعني نفس مشكلتنا انه تغيير تصاميم واوامر غيار، الاخوه بامانه بغداد يعني قاربوا على الانجاز المباشره به، دائما المواطن يهجم على محافظه بغداد اشوفه بالتعليقات بالراي العام بسبب المقطع المتوقف، مع انه احنا مقطعنا يختلف عن ذاك المقطع. يعني الأخوة بالأمانة ما عندهم تقصير، لكن مجرد مشوا بنفس الإجراءات ماتنا اللي تغيير التصاميم وتكون تصاميم تطوير متكامل وبما يتلائم مع التصاميم المنفذة من قبلنا. فدائما المواطن انه تجي يقول لك مدخل بغداد الموصل ما بيه شغل نهائيا وتعالوا شوف المقطع، بالحقيقة وهذا المقطع ما تابع لمحافظة بغداد، هذا مقطع خارج حدود المحافظة، احنا مقطعنا من جسر المصابيح باتجاه صلاح الدين اللي هي منطقة العبايتشي. مو المشكلة اليوم المواطن للأسف خلنا نتحدث بصراحة، الثقة مفقودة اليوم، بدأ المواطن حقيقة يلتمس من يروح يفتر بالشوارع ويشوف المداخل أكو بيها عمل، هذا رجعت له جزء من الثقة المفقودة. أكيد طبعاً، لأنه يقول لك صيانة مؤقتة، ينقطع الشارع أشهر، ينفتح الشارع ورا يومين يشوف نفس التخسفات
وحقيقة الكثير من الحوادث راحوا بها ناس. صحيح، حوادث مرورية كلش هواية بسبب أنه تضرر الطريق. لا إن شاء الله، يعني شوف هسه إحنا نوعا ما بدينا نعيد الثقة بالمواطن، وإحنا مستمرين في البناء والتطوير لحين ما تصير ثقة المواطن بالحكومة هي 100%. من يجي المواطن اليوم يشوف أكو هنا جسر أنجز، وهنا طريق أنجز، هنا نفق أنجز، هنا مجسر، هذا الشارع كمل، وأكو مصداقية وأكو نية واضحة للحكومة، راح ترجع المصداقية مصداقية المواطن بالحكومة. بالسنوات السابقة كان أكو بعض المشاريع المتركية، بعض المشاريع توقفت بسبب الأزمة المالية وأيام حرب داعش، هاي الموضوع أثر بشكل كبير على المشاريع. يعني إحنا صراحة المواطن يعول يقول لك مو بس هذه الأسباب، الحكومات السابقة تتعاقد ويا شركات وهذه الشركات تتلكأ بالعمل ويتهمون الحكومات السابقة بالفساد. أكل كثير من الأسباب اللي أدت إلى تلكؤ المشاريع، لكن إحنا نتكلم اليوم في حكومة السيد محمد شيع السوداني لا توجد مشاريع تتلكأ بفضل المتابعة الميدانية. يعني سيد رئيس وزراء صراحة كل صغيرة وكبيرة متابعها، يعني عنده تصور كامل على كل المشاريع وعلى كل مشاكلها وعلى كل معوقاتها، ومكتب رئيس الوزراء وفرق المتابعة بمكتب رئيس الوزراء مرافقينه. يعني احنا حاليا انه وين ما توقف عندك شغلة انت تلقي مكتب رئيس الوزراء قريبين عليك يحل لك المشكلة ويا هاي الوزارة ويا مكتب الوزير. يعني تقصد التواصل المباشر مباشر ميدانيا؟ يعني عندنا فرق متابعة، فرق متابعة واقسام متابعة بمكتب رئيس الوزراء. طيب، مستمرة بالدعم على مدار اليوم يعني ويانا. اسمح لي الان استاذ عبد الله ان انتقل لناخذ هذا الفونو مع النائب مهدي اللامي عضو لجنه الخدمات النيابيه. سياده النائب حياك الله، اهلا وسهلا، اذا كنت تسمعيني بشكل واضح. سياده النائب. الو الو سياده النائب، اسمع حضرتك بشكل صوت غير مؤمن بدون زحمه. اي هسه صوتي واضح؟ ابدا. طيب، يحاولون الأخوة الاتصال بك من جديد. نعم سيادة النائب، الآن الأخوة تمكنوا من إصلاح هذا الخطأ الفني. تسمعيني بشكل واضح؟ سيادة النائب المكان اللي واقفة به حضرتك أو المتواجدة به بي مشكلة، ممكن تغيرين المكان حتى نتمكن من الاتصال بك بشكل أوضح؟ هذا يعني أقول لك ثاني شوي المكان ما في محل. زين، ممكن تبدلين المكان حتى نتمكن من الاتصال بك؟ تمام تمام، هسه أوكي، هسه أوكي، تمام. الحمد لله، بعد الترحيب رحبت بحضرتك. أسألك عن طرق بغداد بين التأهيل مداخل بغداد، شلون تشوفين هذه المشاريع حضرتك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم ولقناتكم المنوقرة ومشاهديها الكرام. حياك. أنت تعرفين حضرتك مداخل بغداد هذه مناطق جدا مهمة واللي تعطي الجانب الحضاري للعاصمة بغداد، لكن للأسف ومنذ سنوات طويلة كان واقع هذه المداخل سيء وخدمات متردية وغير موافقة وغير متناغمة مع الواقع الحضري لمدينة بغداد العاصمة. وبالتالي كان هنالك اهتمام واضح وصريح منذ ان تسلم السيد السوداني رئاسه الوزراء مع لجنه الخدمات والاعمار النيابيه بالتعاون مع يعني المحاور اللي اسهمت في هذا الموضوع هي وزاره الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامه فضلا عن محافظه بغداد وامانه بغداد، لينقسم من هذه المداخل تقع ضمن حدود امانه بغداد والقسم الاخر يقع ضمن حدود محافظه بغداد، كما هو الحال مع مدخل بغداد حله. بغداد حل بعد القوس المشروع يتعلق بمحافظة بغداد، قبل القوس يتعلق بأمانة بغداد. بالبداية كان العمل متلكئ جدا وكانت هنالك لقاءات مستفيضة بهذا الخصوص، وصار الإجراء أنه يجب أن يكون المشروع متكامل مع أمانة بغداد ومحافظة بغداد. بداية كانوا أمانة بغداد ما تعرف جاي تسوي محافظة بغداد، لكن بالواقع صار هنالك اجراء انه يجب ان يتكامل المشروع من امانه بغداد لحين محافظه بغداد ويكون هنالك واضح الموضوع بهذا المدخل. اما بالنسبه لمدخل بغداد دياله فحسب ما اعلنت وزاره الاعمار والاسكان والبلديات العامه باعتبار هي الجهه المنفذه بهذا الخصوص نسب انجاز متحققه في هذا المدخل. والمدخل طبعا يأكد اكمال من جهه الكوت، يعني قصدي مدخل الكوت من جهه تسمايه. زين سياده النائب، اي سياده النائب بس حتى افتهم نقطه وبعدين راح اكمل ويا حضرتك. فهذا ايضا
يعني ايضا ممكن ان يكون في نسب انجاز طيب. متحققه ما يقارب حوالي 90% حسب ما اعلنته وزاره الاعمار والاسكان باعتبار هي الجهه المنفذه. واحنا صراحه دائما في تواصل وموزعين ادوارنا كاعضاء لجنه خدمات واعمار نيابيه للتوجه الى هذه المداخل الخمسه او المداخل السته للجهات كجهات رقابيه وكجهات سانده لوجود كثير من التعارضات التي القت في ظلالها سلبا على التلكؤ في العمل فضلا عن التخصيصات فضلا عن امور كثيره. طيب بهذا الخصوص سياده النائب حتى افهم من حضرتك نقاط مهمه لو سمحتي، يعني ذكرتي التعارضات، ذكرتي التخصيصات المالية، ذكرتي ضعف التنسيق بين محافظة بغداد والجهات المعنية، ربما تكون أسباب في تلكؤ هذه المشاريع. لكن اليوم المواطن يسأل يقول لك أكيد أكو خطط ميدانية حقيقية وخطط تنسيقية بين الجهات المعنية كان للوقوف على هذه المشاكل، هذا موجود الآن والشركات المنفذة متلكئة لو لا؟ لا ست اني وضحت قلت في بدايه الموضوع كان اكو تلكؤ وكان اكو عاده هي ما دام تكون بدايه المشروع واندر جراوند العمل تحت الارض لابد ان يكون هنالك تعارضات. هذه التعارضات تتعلق يا اما بالكهرباء يا اما بالاتصالات ككيبلات ضوئيه قابلوات كهربائيه مع امانه بغداد مثل ما صار عندنا بتقاطع العبور كان قضيه المياه الصالحه للشرب. عندنا مثلا كثير من القضايا صار فيها تعارضات لكن بالاتفاق والتنسيق والاستضافات بين الوزارات ذات العلاقه حلت كثير من هذه التعارضات، هذه بدايه كان اقول لكن لاحقا حلت مثل هذه الاشكالات. وعندنا نسيت فقط يعني اعرج على مدخل بغداد الموصل، طبعا مدخل بغداد الموصل هو يعتبر من اهم المداخل اللي هو يعتبر المناطق الشماليه من اهم المداخل بالنسبه لبغداد وكان عليه تسليط الضوء واضح وصريح من محافظه بغداد ومن وزاره الاعمار والاسكان وباشراف مباشر من دوله رئيس الوزراء لانجاز هذا العمل في الايام الربع الاول من السنه القادمه. شكرا جزيلا سياده النائب مهدي اللامي عضو لجنه الخدمات النيابيه، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التوضيحات. ارجع معك استاذ عبد الله. نعم. تتعرضون دائما لانتقادات لاذعه من قبل المواطنين. لا أعلم لماذا، لأنه بالفعل أنتم تقومون بعمل مهني وجيد حتى الآن، لكن ما ممكن تحققون كل التركات الثقيلة على أرض الواقع وصححوها خلال هذه المدة. شنو رسالتك للمواطنين المنتقدين؟ بالضبط مثل ما قلت لك، احنا صراحة سابقا كان المواطن فاقد للثقة بالحكومة. اليوم المواطن من يشوف المنجز على أرض الواقع هو من واحدة راح ينزل يوقف ويشكرنا من احنا يشوفنا بالشارع. المواطن نفسه من يجي مثلا مرات احنا عندنا فت قطع مروري كذا من دا نشتغل بالشارع لا. نقول له آسفين قبل كان ممكن نشوف فد انتقاد، هسه يقول لك لا أنا آسف وعاشت إيدكم وبارك الله بيكم. فهسه بدأت تتغير النظرة صراحة. هسه احنا البارح مثلا واقفين الصبح بالشارع عندنا قطع مروري، فواحد قلت له يابا احنا اسفين نعتذر ازعجنا، قال احنا اسفين وبارك الله بيكم وعاشتيتكم. سابقا ما كنا نشوف احنا هيك ردود من المواطنين. كان المواطن من يشوف قطع يتدمر وفد انتقادات لاذع، لا هسه المواطن من يشوف اكو 25 كيلو متر من اصل 33 انجزت يقول لك هذا المشروع يعني حقيقي وراح ينجز. سابقا المواطن يتوقع انه المشروع ما ينجز بسبب خلينا نقول التركات واسباب كثيره يعني ما نريد ندخل بيها. هسه احنا بدينا نبني الثقه بالمواطن، يعني هسه عندك داخل بغداد مشاريع فك الاختناقات المروريه، المواطن هسه ايش قد يشوف ازدحامات وايش قد يعاني من ازدحامات لكن هو فرحان. صحيح. والله العظيم فرحان، يعني اني هواي من اصدقائي فرحانين ويعني واسولف وياهم فرحانين بالازدحامات. بس اكو متذمرين استاذ ما يخالف اكو جاي يتعبون من هذا. خلينا نقول اللي مو تدرين اكو واحد يعني شخص عن شخص تفكير، اكو واحد مثلا داعم للدوله وداعم للتطور واكو واحد ما ممكن يقتنع باي شيء. احنا نحكي على الناس اللي تفكر بصوره صحيحه. والله كلها فرحانه، يعني هسه اللي يمشي بالشارع ويشوف ساحه النسور شلون صاعده وكملوا الروافد. صحيح. تفرح من يمك تمشي. صحيح. تطلع لي قدام على تقاطع السيديه. ايش قد حل الازمه؟ على تقاطع السيديه تلقاها كامله، تروح اشيال شيء يعني كلها بدات تطلع فوق الارض وبدات تنتهي وتنجز. زين. تقاطع مجسر قرطبه. شو قد راح تنتهي هذه المشاريع بخير وسلام؟ يعني هي 2024 عام الانجازات. يعني السيد رئيس الوزراء صرح 2024 عام الانجازات، فاحنا كلنا ان شاء الله ملتزمين. بأن ننجز خلال هذا العام. زين. ومداخل بالقدر بغداد اللي نقدر عليه. أي. هي بالنسبة للمداخل بغداد احنا سابقا
صرحنا احنا جسم الطريق راح ننجزه ان شاء الله نهايه هذا العام لمدخل بغداد الموصل باذن الله. هذا الموصل والتاجي هو التاجي، العفو، هو مدخل بغداد الموصل هو نفسه مدخل التاجي. ها هو هذا اللي كل المشاكل، كل الزخم عليه بسبب صعوبته وتعارضاته كانت وتجاوزاته. تعارضات ايضا مثل نعم ما قال سياده النائب، في تعارضات ماء وكهرباء واتصالات وكيبل ضوئي وخطوط انابيب نفطيه، يعني كم كبير. شو وقت ينتهي هذا المشروع؟ انجزت تعارضات، بالنسبه للتعارضات كلها انجزناها احنا. هو شو وقت ينتهي كمشروع؟ بهذا نهاية العام لو يحتاج؟ لا نهايه العام جسم الطريق ينجز بالكامل، تبقى فقط الجسور الفوقيه تاخذ شويه وقت اكثر. ايش قد تاخذ تقريبا؟ يعني بدايه السنه المقبله ان شاء الله هو منجز. بس احنا نهايه هذا العام احنا انجزنا جسم، ان شاء الله ننجز جسم الطريق. تبقى فقط الجسور الفوقيه ممكن تاخذ ربع السنه القادمه. ها يعني تقصد سنة 2025 هاي كجسور، خلينا نقول بشهر الرابع أو الثالث إن شاء الله كجسور. بس كطريق هو ينجز، ينفتح المواطن جسم الطريق ينجز للمواطن بالكامل يعني. وبقية المداخل، بقية المداخل احنا بالأيام القريبة المقبلة راح نباشر بها نستأنف. طبعا راح تكون وتيرة العمل متسارعة مثل مصارب مدخل الموصل، العمل على ثلاث شفتات، ثلاث وجبات زيادة لوجبات العمل، اختصرنا المدد للتنفيذ لأوامر الغيار. فأنا صراحة ما أقدر أنطي السموعد بها لأن بعدها ما باشرت المشاريع، بس أوعدك أنه راح تنجز بسرعة ما يتوقع حتى المواطن إن شاء الله. كم مشروع يقع على عاتق محافظة بغداد أستاذ عبد الله؟ كل شوية إحنا محافظة بغداد عندنا مشاريع، إذا نتكلم كمحافظة بغداد بالكامل، محافظة بغداد عندها مشاريع المجاري الاستراتيجية الخمسة اللي سيد رئيس وزراء ذاك يوم افتتح واحد، وقبله سيد محافظ افتتح أكثر من واحد. عندنا مشروع مجاري النهروان ومشروع مجاري أبو غريب، وعندنا الوحده، وعندنا سبع البور، وعندنا الراجديه، خمس مشاريع مجاري بالاضافه الى مشروع مجاري التيميم. عندنا مشاريع انشاء مدارس، مراكز صحيه، مستوصفات، عندنا مشاريع المستشفيات، مستشفى الشعب، مستشفى الحريه، مستشفى الفضليه، ومستشفى النعمان، لاني مشاريع كبرى ايضا راح تنجز ان شاء الله هاي السنه مستشفى الشعب. فعلى كل القطاعات احنا مشاريع ماء كبيره، عندنا مشروع الطارميه، ماء الطارميه المركزي، عندنا مشاريع استراتيجية كل شو هواية. كمحافظة بغداد احنا نعمل بكل القطاعات، ندعم القطاعات، عندنا مشاريع للوزارات الأخرى، لوزارة الزراعة، لوزارة الداخلية، عندنا يعني مشاريع طرق متعددة داخل المحلات السكنية، قضاء مثلا قضاء الحسينية الزور، عندنا تبليط إكساء المحلات كلها انحالت وحاليا قيد العمل، أما باقي المناطق بانتظار إكمال البنى التحتية لماء ومجاري ثم تدخل أعمال الإكساء إضافة إلى أعمال الطرق إكساء الطرق الريفية. وعدنا خطة لفك الاختناقات المرورية في مناطق أطراف بغداد، عندنا حاليا مشاريع مهمة شيء من عندها قيد الإحالة. شو هي هذه المشاريع؟ يعني عندنا تطوير في مناطق أطراف بغداد، الطرق اللي هي كانت سايد واحد اللي ممر واحد دني كلها بالكامل، هذا الممر ذهاب وإياب، نفس الممر ذهاب وإياب دني كان سبب حوادث مرورية وزهق بأرواح المواطنين بالإضافة إلى اختناقات مرورية. ركزنا احنا في هاي السنة راح تنزل إن شاء الله عندنا مشاريع هي لتطوير هذه الطرق اللي كان سبب حوادث مرورية، توجيهات السيد رئيس وزراء وتوجيهات السيد محافظ بغداد بالاهتمام بالطرق اللي تسبب حوادث مرورية، لأن صراحة احنا كل الطرق روح الخارجية المواطن اي الطرق الخارجية. احنا حاليا عندنا خطة لتطوير كل الطرق من ضمنها مثلا طريق النهروان، عندنا طريق الجسر الفرنسي ولا اخره طريق ال 37 طريق العدواني. طريق سوى حوادث مرورية صراحة احصائيات احنا ما عندنا، يعني احنا يعني صراحة الجهاز المركزي للإحصاء ما عنده احصائيات دقيقه عن مواقع الحوادث، يتكلم تجينا احصائيات احنا بس تجينا الاحصائيات على مناطقيه، يعني مثلا في قضاء كذا عندي كذا حادث، في قضاء كذا، بس ما عندنا احصاء من جهاز المركز الاحصاء مصنف لكل طريق شنو الحوادث به. اكثر المناطق التي ترد منها الحوادث، فد منطقه ممكن نسميها طريق الموت، احنا دائما نقول بوسائل الاعلام هذا طريق الموت. اليوم راح نسمع هذا، يعني ان شاء الله هذا المصطلح راح ينتهي في بغداد. اي بس شنو اكثر طريق اذى المواطن العراقي؟ يعني صراحه ما يعني ما عندنا بداخل بغداد، يعني ضمن قاطع حدود محافظه بغداد احنا ما عندنا طريق يسموه طريق الموت لكثره الحوادث، هو كل طريق معرض للحوادث بسبب اما بسوء الطريق او بسبب سوء الاستخدام او بسبب عدم تحديد السرعه، تدرين اسباب كبيره. ان شاء الله مديريه المرور من حددت هسه السرعه احنا كلنا مستبشرين خير، لان هذا موضوع جدا مهم. هذه الاجراءات التكميليه اللي لازم المواطن، لان هو العتب مو فقط على الحكومه، العتب ايضا على طبعاً المواطن. على المواطن احنا صراحه اليوم هذا الانضباط راح نشوفه بالمشاريع من كاميرات من رادارات تصدر احنا بالنسبه ان مداخلنا الاربعه بالكامل مجهزه بالكاميرات الامنيه الحديثه بالكامل، اللي تكون اكو سيطره على الطريق، حمايه للطريق، مراقبه للطريق،
التأكد. طبعا هي أمنية، الكاميرات أمنية وخدمية من مستلزمات التأثيث الطريقي، بالإضافة إلى كاميرات أمنية مرتبطة بمركز مراقب السيطرة الإلكتروني اللي هو داخل محافظة بغداد والذي يدار من قبل وكالة الاستخبارات. هاي الكاميرات راح تفيدنا نساهم في حماية الطريق ومراقبة الطريق. بالإضافة ذلك الأخوة بالمرور العامة دينصبون الكاميرات لتحديد السرعة. هذا المنظومة راح تتكامل، عندي طريق جديد، عندي طريق مؤهل حديثا، وعندي منظومة كاميرات، وعندي التزام ووعي راح يصير من المواطن. احنا طبعا الوعي حصل شيء فشيئا، قبل شهرين يجوز ما تلقين واحد لابس حزام بالشارع، كل 10 سيارات تجيك وحده، هسه كل 10 سيارات لابسين حزام. هاي تعتمد على القوانين، من انفرضت قوانين قاسيه وغرامات المواطنين كلهم التزموا. هو وعي. سؤال لحضرتك، اليوم راح نشوف هذه القوانين تطبق في هذه طبعًا. الطرق، لان في بغداد ممكن تكون سهله، لكن بالمداخل الخارجيه هل راح تكون بهذا الانضباط اللي شفناه في بغداد؟ 100%. يعني انطيش فد خبر حصري، سيد رئيس وزراء وجه مثلا في مدخل بغداد الموصل استحداث قاطع مرور خاص فقط بالطريق. يعني هذا خبر حصري بعدنا احنا حتى معلنين عنه. وجه السيد رئيس وزراء انه استحداث قاطع مرور لمدخل بغداد الموصل واستحداث مركز لصيانه مدخل بغداد الموصل بعد ما ننجز المشروع. شوف هاي الرؤيه الاستراتيجيه، يعني احنا من نتكلم حاليا على حكومه محمد الشيع السوداني تباوع كرؤيه استراتيجيه. هاي مديريه المرور تابعه لمن؟ مديريه المرور العامه، مديريه المرور العامه، بس استحداث قاطع مرور استحداث للطريق، قاطع مرور المدخل بغداد التاجي مثلا. نعم. الشمالي. هذا القاطع مهمته مراقبة ومتابعة حركة الطريق، بس في حركة العجلات في هذا الطريق، يعني أنه حتى نحافظ على هذا الطريق، نحافظ على السرعة، نحميه من التجاوزات، نحميه من السرعة، نحمي المواطنين. فأكو قاطع مهمته مراقبة الطريق، إضافة إلى ذلك تدقيق الحمولات بعد ما تطلع من محطة الوزن، هم من ضمن المهام هي ضابط المرور. وإضافة إلى ذلك قاطع لمركز لصيانة الطريق حتى تكون أكو الصيانة المستمرة للطريق. احنا واحدة من اسباب تضرر الطريق من يصير اكو فد تضرر معين من تترك فترة طويلة طبعا راح يتفاقم هذا الموضوع، بينما من اني بالبداية عندي تضرر فد مساحة صغيرة تتعالج، بالتالي انا راح احصل ديمومة للطريق. فهاي الشغلة يعني بارك الله بجهودكم بالفعل. السيد رئيس وزراء من وجه بيه مدخل بغداد الموصل اكيد راح تتعمم على كل المداخل الاخرى، راح يكون قاطع مرور لادارة هذا المدخل بالاضافة الى مركز لصيانة هذا الطريق. زين، ابرز الصعوبات هسه اكيد على هذا العمل وعلى المشاريع المتلكئة اللي وقعت على عاتقكم، اكيد عندكم فد مشاكل او معرقلات، شنو ابرزها وشلون تقدرون تتلافوها؟ يعني صراحه احنا السيد محافظ بغداد الاستاذ عبد المطلب العلوي متابعه الميدانيه ويانا بالموقع ما ظلت عندنا صراحه يعني معوقات. دعم السيد رئيس وزراء ومتابعه السيد محافظ بغداد الميدانيه بالموقع، يعني صراحه احنا بالنسبه لنا بهاي الفتره احنا ما عندنا مشاكل، يعني كل مشاكلنا دا تحل. احنا ما هو ماكو التخصيصات الماليه خصصتنا مجلس الوزراء زياده الكلف وزيده وكلفه هذه المشاريع، فمن ناحيه التخصيصات الماليه كلها توفرت واقرت بمجلس الوزراء، وقلت لك حاليا قيد التاشير لدى وزاره الماليه. يعني احنا حاليا دا نلقى انه اكو فد مسار نمشي عليه مهيئ، اكو فد دعم دا يجيك، تخصيص مالي موجود، دعم من مكتب رئيس الوزراء، متابعه ميدانيه من السيد محافظ بغداد، فكل الظروف متهيئة. فهسه الموجود الباقي علينا احنا كمهندسين احنا ننجز العمل. في هذه المداخل الخارجية احنا نشوف في دول العالم وفي الدول المجاورة للعراق المواطن يدفع شيء رمزي، هذا الشيء الرمزي اللي يدفعه عن طريق الدفع الالكتروني، هذا يكون لإصلاح ولصيانة الطريق. صحيح. هذا راح نشوفه بالعراق صراحة. قانون الاستثمار بالطرق انه يعني هذا الموضوع ما يخصنا احنا كمحافظة بغداد، مو من ضمن مهام عملنا، من ضمن مهام عمل وزارة المعمار والإسكان، لكن اعتقد اكو بالنية تنفيذ الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد واللي هذا مهم جدا وسيساهم في فك الاختناقات المرورية بشكل كبير على مدى بعيد جدا، حيكون بطريقة الاستثمار. الدول الخارجية اللي يسوي طريق بفلوسه مو نفس الطريق الحالي، انت من تستحدث طريق جديد تنشئ بطريقة الاستثمار ممكن مواطن يدفع رسوم، ما لكن على شرط وجود طريق مجاني بديل. فاحنا ما ممكن انه الطريق الحالي لاهلنا احنا ناخذ رسوم من المواطن لاجل الصيانه. لكن هي اسعار رمزيه، ايش راح تضر المواطن؟ يعني مو هو قانون استثمار في الطرق لازم يوجد طريق مجاني بديل، فاني من اسوي طريق جديد مستحدث ممكن انا اخذ من عنده جبايه ويبقى الطريق القديم هو مجاني للمواطن، الطريق الجديد شنو مواصفاته؟ يكون اسرع واختصارا للوقت. فاعتقد اكو نيه لدى الحكومه وزاره الاعمار والاسكان انشاء الطريق الحلقي
الجديد الرابع بطريقة الاستثمار، وهذا حيكون بطريقة الرسوم وفد رسوم بسيطة، هم تدفع بعدها رسوم إنشاء الطريق وهم صيانة للطريق. شكرا جزيلا الأستاذ عبد الله عبد الحسين. عبد الله حسين، أهلا وسهلا بحضرتك، مدير مديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد، نورتنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات، وبارك الله بجهودكم. محور ملفنا الثاني راح نفتحه معاكم بتقرير للزميل شيبان سامي عن انطلاق معرض سوق السفر العراقي في العاصمة بغداد. انطلاق أعمال معرض سوق السفر العراقي الثالث في العاصمة بغداد بمشاركة محلية وعربية وعالمية من شركات الطيران والسفر والسياحة والفنادق وأنظمة الحجوزات السياحية من مختلف المحافظات العراقية. انطلق معرض سوق السفر العراقي الثالث برعاية وزارة الثقافة وهيئة السياحة العراقية. المعرض يمثل الواجهة السياحية لإبراز والترويج عن سياحة العراق الآثارية والثقافية والعتبات المقدسة الموجودة في أرض بلاد الرافدين. شارك بالمعرض 52 شركة توزعت بين 20 شركة عربية وعشر شركات أجنبية، وباقي الشركات تقسمت بين الوسط والجنوب، وضم المعرض عدد من الفنادق وشركات سفر وسياحة وشركات طيران. شهد المعرض حضورا كبيرا من سفراء الدول العربية والأجنبية وخبراء وأكاديميين ومدراء شركات ومنظمات مختصة في المجال السياحي. نشعر نحن أنفسنا أولاً نحن في بلدنا الثاني. اثنين، نحن بنعتبر أصلاً بغداد هي المحطة المهمة كون أول محطة شغلت إليها أجنحة الشام للطيران رحلاتها، وكانت الوجهة الأولى منذ تأسيسها بنهاية عام 2007. حالياً نحن نسير إلى بغداد أكثر من أربع رحلات أسبوعياً، خمس رحلات إلى النجف الأشرف، رحلة واحدة إلى البصرة أسبوعياً، وعندنا رحلات إلى أربيل أيضاً. طبعاً نحن مش أول مشاركة بهيدا المعرض السياحي اللي بتنظمه شركة أوغاريد. طبعا معرض كان له كتير أهمية على مستوى اللقاءات مع الشركات وتنشيط العمل وإعادة ريفرش لكافة الشركات الموجودة. طبعا نحن كشركة كتور أوبريتر بلبنان بنقدم كافة الخدمات السياحية بلبنان، اللي هو حجز فنادق، حجز مؤتمرات، صالات، تنظيم رحلات سياحية. يمثل المعرض نقطة تواصل سياحي في مجال المعارض الداخلية والخارجية، ويعزز دوره على الصعيد العربي والعالمي وإبراز العراق كواجهة سياحية مهمة في الشرق الأوسط. آخر سنين اللي فاتت كانت أغلب الدول الأجنبية والسواحل الأجنبية متخوفين من وضع العراق، بس لكن حاليا كلش اختلف وكلش أمان، والنفوذ الأجنبيين يجون بكثرة الحمد لله، ومتأمنين ما خايفين من الوضع الأمني، ومتأمنين أنه يزيد هذا الوضع. يمثل معرض سوق السفر العراقي الثالث نقطة تواصل سياحية للترويج للسياحة الأثرية والثقافية والدينية في بلاد الرافدين. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديثنا لهذا الملف راح نتحدث به مع المدير المالي لشركة زهرة الأوركيد المنظمة لمعرض سوق السفر العراقي الأستاذ جعفر حسين سلمان. حياكم. حياك. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية قبل لا نتحدث عن المعرض، بدي أسألك عن الواقع السياحي في العراق. شلون تقيم حضرتك اليوم واقع السياحي؟ صارت بفد نقلة نوعية يعني خلال نصف 2023 وبداية 2024 ولغاية اليوم، صارت بيه الطفرة نوعية نقدر نقولها بواقع السياحي. اليوم السواح الأجانب قاموا يجون للعراق لأنه يقصدون العراق كواجهة أمنية آمنة. قبل كانت الصورة منقولة على العراق إنه العراق غير آمن. اليوم من قاموا يجون، يعني نشطت السياحة عندنا الداخلية كسياحة الآثار، سياحة العتبات المقدسة، سياحة الأماكن الأثرية، أماكن الدينية الأخرى، الديانات الأخرى. فاليوم واقع السياحة نشطت هذا الموضوع. الفنادق اليوم الداخلية عندنا صارت عندها فت حركة، الأسواق اليوم صار عندهم فت تغيير معين بهالموضوع. زين، لكن السائح الأجنبي، السائح الأجنبي من يجي للعراق ينصدم هنا بمعوقات. أسعار الفنادق جدا مرتفعة يعني مقارنة ببلدانهم، والفنادق الموجودة في الأماكن السياحية في بغداد غير جيدة، يعني غير كافية لأنه تكون مقنعة
لهذا السائح أنه يأخذها. اليوم زين شلون انتعشت وإحنا لازلنا نعاني من هذه المشاكل؟ اليوم كأسعار الفنادق مثل ما تفضلت حضرتك كأنه أسعار الفنادق إنه أسعارها غالية مقارنة ببلدانهم، بس مقارنة الخدمة اللي نقدمها بالعراق اليوم كسعرها يوم يكون مقنع للسائح اللي يجي. بس ما يقدر يدفع أستاذ، يعني إحنا يعني إذا نريد إحنا إذا مثلا نريد لازم نوفر فنادق تكون متوسطة، لا هي موجودة فنادق متوسطة لكن هم أسعارها غالية مقارنة كمينيمم إحنا نحكي كمينيمم ريت أو يعني سعر يكون بسيط، يعني $100 بالليلة كفندق مستوى 4 نجوم في العاصمة بغداد إحنا نشوف اليوم سعر كلش حلو زي. مقارنة فندق اليوم 5 نجوم سعره $280 أو whatever. اليوم مثلا طلعين برا يعني نحكي على ابسط شيء تركيا كوجهه العراقيين اليوم السياحيه بل. فندق 5 نجوم اليوم بانطاليا قد تكون الليله ما تبى $4,000 بالموسم، فاحنا اليوم احنا نحكي فندق 5 نجوم سعره $280 أو $300 مقارنه بالواقع السياحي المحيط العراق كاسعار فنادق العراق كلش ممتازه. زين هذول الوفود الاجنبيه عند دخولها للعراق نعم. تواجه مشاكل امنيه او معرقلات امنيه من حيث التدقيق في المطارات، هذه هم ايضا مشكله دا يواجهها السائح الاجنبي خلال دخوله اليوم في العراق. اليوم جهود وزاره السياحه وزاره الداخليه العفو الجباره بهالموضوع سهلت دخول الاجنبي للعراق عن طريق نافذه الفيزا الالكترونيه صحيح، سهلت يعني اقدر تذليل عقبات صارت امام السائح الاجنبي بشكل مو طبيعي، بالاضافه الى انه اكو جنسيات اليوم استثنت من الفيزا الالكترونيه كدول دول الاتحاد الاوروبي امريكا كندا استراليا بريطانيا المملكه المتحده دول مجلس التعاون الخليجي اليوم طلب للعراق فيزا اون ارايفل ياخذون فيزا بالمطار بالمنافذ الحدوديه صح العراقيه صح، فهي سهلت. بقت اكو جنسيات اخرى اليوم احنا كالعراق نعتبرهم كعماله، فهاي يعني اكو قسم من بعض شلون اقول لك من بعض الشركات يستغلون هذا الشيء يجيبوه كانه سائح ويبقوا يشتغلوا هنا يبقى يخالف قانون الاقامه فهي هم مشكلة ترى. صحيح هي هذه المشكلة خلينا نقول الأقلية عمت على الأغلبية من السياح. لذلك هو يقول لك أنا سائح وجاي أريد أتعرف على الحضارة العراقية صح. ليش أعامل كما يعامل البنغلاديش الهارب أو السوري الهارب أو الأندونيسي، وهذه أنا أسمعها من سياح بشكل كثير. ستنا مثل ما بلغت حضرتك ستنا اليوم السائح الأجنبي بصورة خاصة أو السائح العربي من دول مجلس تعاون الخليج، وأحكي لك هذا الشيء بعد كأس الخليج بعد ما اجوا البصره وشافوا كرم اهل البصره وشافوا تعامل العراقيين معهم، اليوم دول مجلس تعاون الخليج والدول الاوروبيه الاتحاد الاوروبي دا يشجعون يجون هنا بعد زياره البابا ايضا. من اجى البابا هنا البابا الفاتيكان وقام صلاه الاديان الموحده، الاجانب المسيح او الديانات الاخرى تشجعوا قاموا يجون للعراق، البابل قاموا يروحون للاهوار يروحون للبصره، اليوم البصره صارت في وجهه سياحيه كلش حلوه صح، بس تبقى البصرة اليوم فقيرة بالفنادق، تبقى اليوم البصرة رادلها شوية اهتمام. لا مو يرادلها شوية بصراحة، خلنا نتحط يرادلها هواية اهتمام. أكو فنادق اليوم فتحت بالبصرة إذا سمعتي بها حضرتك أو لا. لا يعني مثلا فندق ميلينيوم الماركة عالمية اليوم فتح بالبصرة، فتح بسليمانية، هاي نقطة جيدة اليوم كل البصرة. مثلا مجموعة سلسلة فنادق روتانا اليوم فتحت بالبصرة، هاي هم في النقطة إيجابية للبصرة. زين هسه المعارض اللي تقيموها حضراتكم نعم. شو تأثر على كسب ثقة المسافر الأجانب للعراق؟ شنو فائدته؟ أنا أحب أوضح لك شغلة، معرضنا يعني هو ما يهتم بالسائح، يهتم بشركات السياحة، إحنا نستقطب شركات السياحة. اليوم المسافر شلون يروح للبلد معين؟ يوم حضرتك تحبي تسافري مثلا مصر، شلون تروحين مصر؟ تروحين عن طريق شركة سياحة، تقول لهم أنا أريد أروح مصر أو أريد أروح تركيا أو أريد أروح لبنان. هم يوجهوك على يعني هم يكون عندهم عقد ويا شركه هناك ويوجهوك وينصحوك بالواجهه بالوجهه اللي تفيد حضرتك. اليوم الشركات العربيه والاجنبيه اليوم اللي شاركت بمعرضنا احنا معرضنا اقام تحت شعار السياحه المستدامه، السياحه عنصر اساسي في التنميه المستدامه والبناء والاعمار. فاليوم الشركات اللي اجتي 22 شركه اجنبيه و10 شركات عربيه و22 شركه توزعت بين الوسط والجنوب واقليم كردستان. زين اليوم الشركات اللي جو الاجنبيه والعربيه احنا نسميها بالانترناشنال مو اللوكال، اللوكال احنا نقصد بها هاي الانترناشنال من يا دول حضرتك؟ الدول انا اقصد تونس مصر لبنان لبنان عمان جوي من اذربيجان اكو شركه مشتركه فاكو شركات ماكو من اليوروبيونيا من الاتحاد الاوروبي اليوروبيونيا دزوا كممثلين عنهم جو كزائرين.
اجت شركه، اجت شركه من اسبانيا مشاركه معانا زين، وبقيه الشركات اجوا يعني كفيزيتر كجزائر للمعرض، لانه بعد اليوم ما ماخذ فكره انه العراق، هذا التخوف اللي دا احكي العراق انه بلد يقدر ينظم مؤتمر على معرض بمستوى يليق بالمستويات اللي شايفينها برا. يعني استاذ احنا حتى هسه المشكله عندنا انه اكو بعض الدول ما تقبل سائح عراقي، هسه مثلا انا اذا اردت اروح لليونان نعم. ما الا اجراءات معقده جدا يلا يسمحوا صح. اليوم ما نقدر نسوي فد كوبريشن يعني بين الطرفين، فد اتفاقيه، فد 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 شغله ممكن تسهل علي دخول هذه المناطق. هي يعني اليوم اكو مواطنين عراقيين يريد يروح، هاي عندك مثلا تركيا، اذا يريد يروح يواجه هواي معرقلات، هاي شلون ممكن نتغلب عليها؟ نتغلب عليها انه يكون اتفاق بين الخارجيه العراقيه والخارجيه التركيه. اليوم بالنسبه بصوره خاصه تركيا بعد اللي صار بها بعد 2014 اللي صاروا بعض السائحين اللي عبروا بطريقه غير شرعيه عن طريق تركيا طب اوروبا، اليوم ابو تركيا حق يحافظ على يعني على حدوده. صحيح. فاليوم يقول لك انا اريد اللي يطب لي انه يكون حقيقي يريد يبقى بتركيا او يريد جاي على سياحه او جاي يريد يشتغل. مو هذول الاقليه راح ارجع اقول لك عمه وعلى الاغلبيه. احنا شلون راح نقدر نفصل هذول عن هذول استاذ جعفر؟ هاي راد لها شوي وقت، هاي اليوم احنا نحكي بيها راد لها وقت. حطيت ابسط مثال، اليوم تحكين على دول الاتحاد الاوروبي، دول الاتحاد الاوروبي اليوم بصوره عامه شويه كاجراءات ويا السائح العراقي خفت، يعني احكي لك بالنسب. اليوم النسب كاحكي لك عن مثلا ايطاليا زين، اليوم كانت قبل ايطاليا تطلب فيزا للعراق اللي يكون صاحب اختصاص دكتور عنده عياده وعنده مثل ما تفضلت حضرتك، حتى لو كان تورس، حتى لو كان سائح، حتى لو كان سائح يطلب من عنده اوراق معينه زي. يعني قد يكون يعني ما بالغ اذا كان اقول لك بند يطلب من عنده اذا كان هو يعني حقيقة. كل دول الاتحاد الاوروبي، كل الدول الاتحاد الاوروبي تطلب هذا الموضوع اليوم ايضا. العفو انا اسفه، لكن تطلب ضمانات ماليه، كشف حساب مصرفي مطلوب. اليوم حتى العراق بنسوي الفيزا الالكترونيه، شو يطلب من السائح؟ يطلب من السائح حجز فندقي مؤكد، يطلب من عنده تذكره ذهاب وعوده، ويطلب من عنده كشف حساب مصرفي ان وجد. فاليوم هي الكفاءه الماليه، انه اليوم مثلا حضرتك اذا مثلا انا اردت اسافر اليوم وما عندي القدره الماليه انه مثلا اصرف لي مثلا 100 دولار بذاك البلد، اي بلد اني قصده؟ اروح اعلى على البلد اني؟ أما يصير يعني يعني كنظام داخلي لا أنا دام. أقصد مثلا أنا سمعت لكني غير متأكدة نعم. من هذه المعلومة، مثلا لازم أخلي 5000 دولار، إذا ما رجعت هذا تكون للحكم. لا ماكو شيء. هم يطلبون كالسفارات الاتحاد الأوروبي يطلبون كشف حساب مصرفي به حركة لمدة 6 شهور، أنه تبين حضرتك عندك قدرة مالية أن تقدرين تطبين لهذا البلد وتصرفين فقط. هذا اللي يريده كضمان زين. شنو المعرقلات اللي تواجه القطاع السياحي هسه في العراق؟ هسه الحمد لله الامن موجود، عندنا وعي، انتم تقيمون هذه المعارض وهذه نعم. الندوات للتوضيح، شنو مشاكلنا الحقيقيه اليوم؟ اهم مشاكلنا اليوم اللي بالقطاع السياحي اليوم احنا نعاني منها، كنا قبل الفيزا مالتنا كانت كلها صعبه. اليوم بجهود شنو الفيزا مالتنا كلها صعبه؟ كانت فيزا السياحه للعراق قبل اي كل الصعبه كانت عندنا. قبل ايش قد صعبه؟ يعني قبل ما يطلقون فيزا الإلكترونية وقبل ما تجي الاستثناءات مع السيد رئيس وزراء محترم زين، أطلق بعض قرارات من بعد كأس الخليج لحد هذا يومك. الاستثناءات شنو هي؟ الاستثناءات أنه دول مجلس التعاون الخليجي يطلبون العراق فيزتهم أنا رايف ياخذها بالمطار قبل الفيزا الإلكترونية، هذا أحكي طبعا من بعد الفيزا الإلكترونية. دول الاتحاد الأوروبي يطلب ياخذ فيزا بالمنفذ الحدودي، هاي سهلت هواي إجراءات. اليوم أكو جنسيات أنا أحكي لك إياها إذا شافتها بالسوشيال ميديا أو لا، هم انتشرت انه الالماني اليوم طبعه كشعب الالماني يحب يستكشف، يحب يعرف. كل الاتحاد الاوروبي شعوبهم تحب تستكشف حضاره العراق العظيمه. العراق عندنا احنا كسياحه اليوم كسياحه عندنا نهر من السياحه ما نعرف وين نوديها، سياحه الاعتبارات المقدسه اللي عندنا احنا ما نعرف وما نعرف وين نستثمرها. استاذ جعفر اليوم احنا جهود اكو بذلت من قبل وزاره الداخليه وقبل وزاره السياحه ذللت اكو فد عقبات كنا قبل نعاني منها احنا كشركات سياحه. اليوم مثلا كنا قبل الساحل البرتغالي على سبيل المثال كدوله تحضرني بالي وسامحها من بعض الشركات ان يجيبون سواح الانكم. البرتغال كانت قبل فيزا الساحل البرتغالي طول 45 يوم ولا تصدر، اليوم الساحل البرتغالي طب ياخذ فيزا المطار. صحيح. فاليوم هاي صارت فد نقله نوعيه بالواقع السياحي. بالاضافه الى انه بغداد اليوم محتاجه كفنادق،
محتاجة نوعية بس فنادق. هسه حتى عندك المنشئات والحافلات اللي تودي مثلا لبابل اللي تودي للمناطق الأثرية يعني بيها ضعف أسات. واليوم الشركة العامة لنقل الوفود تابعة لوزارة النقل حسنت شوية من سيارات احنا ليش حسنت شوية؟ يعني ليش مو حسنت هو حتى ترتقي بالواقع العراقي قدام السائح الأجنبي؟ ستنا اليوم احنا رادنا شوية خبرة سياحية زين. احنا من بعد 2003 لغايه ان احنا نقول في قبل سنتين او ثلاثه العراق يحتاج كثقافه سياحيه. الناس مقصره اي جهه مسؤوله. ليش ما نستعين بخبرات اجنبيه؟ الهواء طويل في السياحه. قد يكون بالمستقبل تصير. اليوم انا احكي لك اياها. اليوم مثلا اليوم هو كان يوم اختتام فعاليات مؤتمر سوق السفر العراقي. الشركه الاسبانيه اليوم التقوا ويا وفد من رابطه شركات السفر والسياحه. قد يكون اكو حيصير في التعامل بيناتهم، قد يكون ما يصير، قد يكون حيجلبون خبرات. هم الناس فاتحين ذراعاتهم يريدون يشتغلون زين. بس المشكله وين حتصير؟ حتصير انه يا شركه اللي حتكون يا شركه اليوم حتكون الها شلون احنا نقول نسميها بالعام قلب ميت ها اللي تقدر تامن بالوضع العراقي وتجيبه آه. وضحت الفكره زين. احنا ما نقدر نروح للاتحاد الاوروبي او لهذه الشركات نقول لهم يا بريد خبرات من عندكم. شلون نروح لهم؟ احنا اليوم مثل ما تفضلت حضرتك شنو فيزتنا صعبه، فيزا العراقي صعبه. اليوم اكو تسهيلات لفيزا العراقي. زين. احنا شلون نجيبهم؟ نجيبهم عن طريق المعارض اللي تصير. اليوم احنا كشركه كمؤسسه اهليه زين. فرديه من قلنا هذا المعرض ودزينا لهم دعوات. هاي هالسنه صارت مثلا 52 شركه، احنا نطمح السنه الجايه يكون 72. نتائج معرضكم اليوم ايش حققت على ارض الواقع؟ اليوم ايش حققت على ارض الواقع؟ اليوم حققت انه الطيران الملكيه احكي لك اياها بالاسماء، الطيران الملكيه، طيران اجنحه الشام، طيران اجنحه الشام سوري. اليوم شركات السياحه والشركات اللي هنا يعني ببغداد بالواقع بالفيلد شافوا اكو خطوط، اكو ناس تريد تشتغل. اليوم الاردن على سبيل المثال، اليوم الاردن الشعب الاردني كمواطن اردني اليوم يحب يريد يجي للعراق قام، وبالمقابل العراقي قام يريد يروح لعمان. اكو شغله كان السائح ما يدري بها وشركات مو كلها عندها علم بها. العراقي اذا عنده تقرير طبي مختوم او موقع من قبل مركز او مستشفى في الاردن ياخذ فيزا عند الوصول بالطيران الملكيه. هاي اهم شغله كانت العراقي هسه يريد طبعا يعني ان شاء الله نستطيع ان نحن في تقدم اذا الله راد ان شاء الله باذن الله بجهودكم ان شاء الله. شكرا جزيلا للمدير المالي لشركه زهره الاوركيد المنظمه لمعرض سوق السفر العراقي جعفر حسين سلمان. شكرا جزيلا نورتنا في حصاد اليوم. قبل لا نختم وياكم حصادنا لهذه الليله خلونا نشوف ابرز ما جاء في منصه اكس حول زياره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد غدا الاثنين. لنتابع. ختام حصادنا لهذا اليوم بموجز يلخص أبرز الأخبار المحلية. الشيخ همام حمودي يؤكد أن السوداني ثبت الموقف العراقي بشجاعة خلال لقائه بايدن وتعامل بروحية رجل الدولة.
المالية النيابية تؤكد أن مجلس النواب بانتظار وصول جداول موازنة العام 2024 خلال الشهر الحالي. وزارة الداخلية تعلن القبض على قاتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار أثناء محاولته الهروب. مديرية المرور العامة تعلن قرب إطلاق تطبيق المرور الذكي على الهواتف النقالة للتعرف على المخالفات المرورية. وأخيراً وزارة البيئة تعلن وصول مبادرة أشعة الأمل إلى العراق بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الحصاد انتهى، شكراً على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.